ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصدر مطلع أن جماعة بتوح إقليم الجديدة شهدت مساء الاثنين وقوع حادث خطير بطله شخص مجهول الهوية أقدم على شرملة أستاذ على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض ما تسببت في إصابته بجروح بالغة. وأوضح المصدر ذات أن الأمر يتعلق بأستاذ منحدر من الجماعة المذكورة غادر الثانوي الإعدادي عبد الملك السعدي مباشرة عقب انتهاء عمله المتمثل في حراسة الامتحان الموحد المحلي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، لكنه تفاجأ بشخص ملتم يضع خوذا يقدم على طعنه قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة. وأكد المصدر ذاته أن أسباب هذا الاعتداء تبقى مجهولة، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة وهوية المتورط في هذا الفعل الإجرامي، في حين تم نقل الأستاذ الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.